هذا كان تفكيري بشكل او باخر. ولا تروح السعوديه والكويت سوا، يعني الحياه ليش؟ الحياه عشان ايش؟ عشان يكون كرامه؟ اذا راحت كرامه الكويت راحت كرامه السعوديه. بعد اكثر من 27 عاما لا تزال ذكرى حرب الخليج باقيه في اذهان السعوديين، حيث كانت هذه الحرب عبارة عن مصير حياة أو موت. فبعد أن تم احتلال الكويت قدمت السعودية عددا من أبطالها للدفاع عن الكويت وتحريرها، ومن بين هؤلاء الأبطال العم حسن عسيري، والذي فقد رجله اليمنى في هذه الحرب بقصة أشبه بالخيال، وذلك بعد دخوله ورفاقه لمبنى السفارة السعودية بالكويت. أنا جندي أول مظلي صاعقة في مركز مدرسة مظلين الوطن الخامسة، اشتركت في حرب الخليج عام 1411. كان الإصابة في 10/8/1412، انفجار لغم ودى إلى قطع رجلي اليمنى، والحمد لله هذا دفاعا عن ديني وملكي وطني. أبو هادي، والذي كان يعمل مظليا في فرقة الصاعقة، أكمل قصته وهو يتذكر تلك الذكريات وملء عينيه الفخر بما قدم. أحمد الله وشكره، هذه نعمة من الله منها علينا، ندافع عن ديننا وملكنا ووطننا ثم دولة الكويت الشقيقة، دفعنا جزء بسيط دون الدين والملك والوطن. هذه القصة وغيرها هي عهد وفاء ومحبة لدولة الكويت التي وقفت مع السعودية وقفة ذكرها لنا التاريخ، تؤكد للجيل القادم أن الكويت والسعودية يدا واحدة، فحب ديرة إخوان نورة سيبقى وفيا لديرة إخوان مريم. لو نطقت هذه الجبال لاعترفت بأسماء رجال قدموا أغلى ما يملكون خدمة للدين والمليك والوطن وحفظا للجوار. القناة الإخبارية عبد الله العبيد، محافظة محايل.